استاذ حسين تفضل. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. يعني لما دخل الاستاذ عمرو حمدون كل ما يتكلم كلمة كل واحد يتلفى من ناحية عشان الحمام بقى. انتوا ايه نظامكم؟ قناة حيادية ولا قناة زملكاوية؟ حضرتك لما حافظ يقول دي منظومة عايزة تتغير بتاعت كرة القدم ما تغير بتاعت اليد. طيب المرة اللي تكذبت امبارح فيها الزمالك ولما تكسبه حلو ولما تخسره بصراحة انت مستفزين. بقولك يا سيادة المستشار يا خالد بيه هديك واحدة بس هديك واحدة بس مفيش أي مقارنة في أي حتة في العالم بكرة يد وطايرة وتنس وسكواش وكرة القدم. كرة القدم هي معشوقة الجماهير في كل العالم. كرة القدم هي السبب الفرحة والسعادة لأي شعب في أي حتة في العالم. فما نيجي نقول كرة اليد ما بتكسب ليه وكرة القدم ليه ما ينفعش نقارن. لا احنا قارب اللعيبة. أنا بقى مش أنا برفض المقارنات خالص لا يد ولا قدم. انا بقول النهارده لما يجي احد المتداخلين واحد عمل مداخله زميلنا وحبيبنا وقريبنا واخد حضرتك يقول لك دي منظومه قالها قبل كده بعيد عن التلفزيون المنظومه فاسده بتاعه كره القدم بتاعه اللي في مصر واخد بال حضرتك وده غير صحيح ورديت عليه على الفيسبوك واخد بال حضرتك. ما ينفعش خالص حضراتكم تسمع بس هو ما قالش منظومه فاسده على الهواء منظومه فاسده وقال على الفيسبوك. ايوه ماشي وقال حضراتكم وقال لحضراتكم ان عايزه تغيير منظومه كره القدم عايزه تغيير النهارده ودي حقيقه على فكره يا استاذ مستشار دي حقيقه والله. لا يا حبيبي انت بتشك ان منظومه كره القدم في مصر محتاجه لتنظيم اكتر من كده بكتير. والله يا فندم اي مؤسسه واي هيئه واي مصلحه واي جمعيه فيها من الفساد ما يكفيها وفيها من الصلاح ما يكفيها واخد حضرتك. الفساد ده ده جزء ومخلوق لا يمكن القضاء عليه ده حتى في القرآن وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون واخد بال حضرتك. فالفساد ده مخلوق زي الحرام والحلال زي الصح والغلط زي ده هيفضل طول عمره موجود يا بس احنا مش هنقدر نقضي عليه ولكن يجب الحد منه يكون إزاي لما يبقى في ناس واخد بال حضرتك محايدة في جميع الأمور. لما حضرتك أنا أشوفك اعلامي محايد مش هعمل مداخله اقول احاول اعدل انا اسف واخد بال حضرتك مش هعمل مداخله اقول انتوا عندكم كذا وسبتوا كذا وما فوتوش كذا. فانا حاسس بالظلم من في قناتك. انت لو قناتك تابعه لنادي الزمالك هسيبك. انت سياده المستشار انت رجل مستشار والحياد مفيش حياد في الحقيقه تمام. انت عندما تخاطبني في المعلومة التي اقولها اللي انا بقولها صح أيوة. ولا غلط أيوة. لو تمام. ضد ناديك هتبقى مبسوط برضو لان انت بقى ان انا بقولها صح. لو انت هتزعل منها عشان هي ضد ناديك وهي صح ما كانش اوفسايد. الهدف كل الهدف اللي قصده ما كانش اوفسايد ما حدش رد عليه. انا كوره دي انا كوره دي مش هو فاكر. هو نوه عن هدف جول حسن شحاته لافيو زمان وبتاع حسام حسن. لا هو كان بيتكلم على بتاع حسن شحاته في 83 بتاع 83 ما كانش اوفسايد صح فعلا ما كانش اوفسايد صح ما كانش اوفسايد. انا بعترف انت تقدر تقول هدف حسام حسن ما كانش اوفسايد. انا بقول هدف حسام شحاته ما كانش اوفسايد بتاع كابتن محمد حسام. يعني ايه اقدر اقول هو في حد يختلف على الحقيقه؟ طيب هدف قادر عبد العظيم كان اوفسايد ما كانش اوفسايد وما حد قال ان هو مش اوفسايد. كان الاختلاف على قادر عبد العظيم ان هو يحكم يقول انه اوفسايد والزميل نوه عنه. لا يا سيادة المستشار يعني زي ما قلت حضرتك الحياد ليس له علاقة بالحقيقة. الحياد الانحياز للحقيقة هو الصح. هو عموما يعني ايه طبعا صح ولا لا؟ ده انت اتعلمنا ده انت مستشار ده انت اللي نتعلم منك ده. مفيش خلاف. بص حضرتك اليقين لا يعلمه الا الله. احيانا احنا بن دايما بنا نكون قريبين للحقيقة. صحيح اقرب ما يكون الى الحقيقة. صحيح تمام. ففي حقيقة ان النادي الاهلي زي ما قال عمرو حمدون ان احنا في تشويه على بطولاته من ناحية الاتجاه الفكر الزملكاوي. في تشويه من ناحية هو بطل هو كسب 40 مرة دوري كسب 40 مرة دوري بالحق. اذا كان الحق في بعض الامور بتهيأ لكم ان في مجاملة تحكيم هو حصل للزمالك مجاملة تحكيم ولكن انا في اعتقادي انها ممكن تكون 5% مثلا على مستوى البطولات كلها يحصل نوع من المجامله. مش ما فيش ما انا لا اجزم بالرفض او بالتأييد واخد حضرتك ولكن
المجامله حصلت مع النادي الزمالك في الدوري 2015 اللي خد 15 نقطه وبلنتات وفي وفي وفي, فده شيء موجود. ما اقدرش انكر اقول الزمالك ما خدش البطوله, خدها بالتزوير, لا ما اقولش كده. النهايه ان الزمالك خد البطوله بتاعه 2015, تعظيم سلام, خلاص الدوري اتحسب رقم 12. ما اقدرش انكر اقول احنا يعني لما يقولها جمهور عادي خلاص دي وجهه نظره. والله انا 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 لو رديت عليك يا استاذ مشرع هتزعل مني, فانا مش عايز ارد. لكن لو لا والله هقول لك حاجات حقيقيه بس هتزعل مني. هقول لك برضه على الحقيقه اكتر. لا مش لا 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 مش هتلاقي, مش هتلاقي والله. لا ايه ده 40 دوري يا استاذ مشرع. لا عايز بس 40. بص يا سياده المستشار, بص يا سياده المستشار 52 وبتوع. عايز اقول لك حاجه والله العظيم اقسم بالله, ده قناعاتي وده اللي في قلبي. النادي الاهلي نادي كبير, ما حدش يقدر يتكلم في ده خالص. النادي الاهلي خد كم من البطولات بعرقه وباجتهاده وبتعبه, والنسبه الاكبر بكتير جدا. النادي الاهلي منظومه ناجحه وجماهيريه كبيره وعريضه, ده كلام لا نختلف عليه. لكن لو بتيجي تتكلم على المواقف بمنتهى الوضوح, نحن هنا في مصر لا نذهب الى اللوائح والقوانين, ولكن نذهب الى الاقوى والاكثر جماهيرية لينتصر. فاذا كان الزمالك ينافس فريق اخر غير النادي الاهلي سينتصر الزمالك, لانه في نظر الاخرين هو الاقوى والاكثر شعبية. ولكن عندما يذهب الموضوع بين الاهلي والزمالك سينتصر النادي الاهلي لانه الاكثر قوة ونفوذ وجماهيرية. ولو بالمنطق ده اقول لك 100,000 سؤال. اقول لك الرئيس نادي الزمالك قال اقسم بالله العلي العظيم ما هلعب غير في برج العرب. الامن قال له غصب عنك هتلعب, مش هلعب في برج العرب, غصب عنه هتلعب في برج العرب, لعب في برج العرب. النادي الامن نفسه, الامن نفسه قال لي هتلعبوا انتوا الاثنين في الجونه. وزير الشباب في الجونه, وزير الشباب محمود طارق قال لك هنسحب والدوله هلعب في برج العرب. راحوا نقلوا المباراه من برج العرب رغم ان الامن قال لك مستحيل تتلعب في برج العرب. محمود طارق تمام. لما نيجي نقول لك على والله بتكلم جد, اللي بيتوقفوا اعلاميين زملكاويه, الاهلاويه ما بتوقفوش, المعلقين منحازين زملكاويه, المعلقين المنحازين مقدمين زملكاويه. فاكر عمرو زكي لما توقف بس عمرو زكي بالشفايف ما اعرفش يعني. هو دائما الـ 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 عندما تطبق شيء, حتى مثلا اما ال 13 واحد عملوا شماريخ تيكي تيكي تيك, الزمالك خسر ماتش حرس الحدود وطبق اللائحه. بعد كده قال لك لا ما اقتحموش في الجونه. يعني هنتكلم بمنتهى الصراحه, الاوفسايد الاكثر وضوحا كان اوفسايد حسن شحاته. لا اسمه بس الماتش طلع الجيش الاسماعيلي هياخد الدوري, زقت ابو تريكه وعاد حسم ومتش ماتش فاصل. يعني بصوا يا جماعه الحاجات اللي هي ظاهره واضحه, الاخطاء موجوده والزمالك استفاد في ماتشات كتيره جدا من الاخطاء. كويس 100,000 ماتش والاهلي 100,000 ماتش. القصه مش كده, القصه لماذا عندما هقول لك حاجه, في نادي في العالم يتوافق ان فرقتين يتفقوا ده يلعب في الماتش الاولاني هنا وده اصلا تعبان العب هنا الاول؟ ده حاجات في فرقه في العالم غير الاهلي والزمالك بيلعبوا حاجه و20 ماتش على ارضهم؟ نادي القرن. لا لا هو ده الكلام ده كله حصل بعد الثوره. ايه بعد الثوره؟ الكلام ده كله حصل بعد الثوره. كان زمان قبل الثوره ماتش هنا اروح اسيوط واروح المنيا واروح بورسعيد بالظبط. بس كان برضو ال مثلا بتلعب مع ام بي, ما اعرفش تلعب مع ايه. انا قصدي ايه, ان المنافسه الحقيقيه اللي احنا عايزينها ان 17 ايه 17 لو اللوائح تطبق على هقول لك حاجه, هو في لعيب يمضي الناديين وما يتوقفش؟ لا يا باشا انت فاضي, خلي المستشار يتقدم بالمذكره وهو يتوقف. لا انا بكلمك على امثله كثيره جدا يا سادة, امثله كثيره جدا اتقدمت في تاريخ سابق على هو معتز ايمو. ما مضى كان في طلع اعلاميين قال لك لازم معتز ايمو يمضي يبلغ الزمالك يا فندم. ده دلوقتي قال لك لازم عبد الله يبلغ الاهلي. ايوه ده قانون. اذا كنت طب القانون ليه ما اتقالش قبل كده يعني؟ ما تسمعني ما تاخدنيش خاطر سياده المستشار. سعادتك لما تبقى حضرتك مش حضرتك خالد الغندور, حضرتك ملم بالقانون استخدمه, مش ملم بيه. ماليش دخل بانك انت مش ملم بيه. طب ما الاهلي المفروض ملم بالقانون. طب ما الاهلي ملم عشان كده. طب ما بلغش الزمالك ليه قبل ما يروح المعتز ايه؟ يبلغ مين؟ الزمالك هو اللي فاتت فيه. ما 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 برضه هو اللي دخل عبد الله في الفري برضه. وانا استغليت في موقفي الصح في القانون وقلت له تعالى وعملت له تمديد عقد.
ايه اللي ايه اللي طب هسالك إيه سؤال هسالك سؤال سياده مستشار ايوه ليه الاهلي مدد عقد عبد الله وجدد عقد احمد فتحي هو اصلا كان عاوزهم مفيش خلاف على كده لا انا جددت ليه احمد فتحي ومددت لعبد الله عبد الله عشان مضى للزمالك ده خرج عن 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 قيم الاهلي واخد بال حضرتك ليه هي قيم الاهلي بتقول لو لعيب مضى في نادي تاني بعد انتهاء عقده يبقى ده خروج عن القيم عقده لو بعد انتهاء عقده هضرب لك تعظيم سلام طب ما هو انتهى عقده ما هو في الوقت الفري من حقه ينزل في اي نادي حتى الان عقده القديم ينتهي 30/6 يا فندم حضرتك ايوه ما هو قبليها بست شهور في اي نادي يا سياده المستشار لا يا فندم من حقه انه يتعاقد لكن ما يوقعش على قوه يتفق شفوي او يرجع للنادي ليه ما يتعاقدش ليه ما هو التعاقد بتاعه ده هيبتدي الموسم الجديد اكمل لو سمحت ياخد موافقه النادي وانه ويخرج موافقه النادي ليه هو عقده مستمر مش مستمر ده بيمضي السنه الجايه لا يا فندم انت هتجدد لي ولا انا من حقه يتعاقد في الست اشهر في الست اشهر قبل ما ينتهي العقد لابد انه يرجع للنادي اللي هو فيه يقول له انا هتعاقد جايني عرض من النادي الفلاني طب معتز ما عملش كده ليه ما هو مين معتز ما عملش معاكم انتوا ما استغلتوش الفرصه ديت ما استغلتوش القانون ده انا اسف جهل بالقائمين على العمل هناك في الوقت ده بيني وبينك فعلا عندك حق يا استاذ مصطفى رايك التفكير حلو ولا احنا شاكرين لحضرتك جدا شكرا جدا لحضرتك